بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. خلصت ايام رمضان وخلاص الايام عدت بسرعه، وكنت لسه حاسه ان انا لسه قاعده على الكرسي وبقول كل سنه وحضراتكم بالف خير اول ايام شهر رمضان المبارك، ولكن الايام بقت بتجري بينا بسرعه قوي. وكنت برضو بتكلم على انه دخلت رمضان واحنا بنبقى مهتمين قوي بالعزومات والاكل، وهنعمل ايه اول يوم رمضان وهنتعزم فين وهنروح عند مين ومين هيجي عندنا، وبنبقى مشغولين قوي بالاكل طول شهر رمضان. والنهارده بنقول يا رب نكون خلصنا العزومات كلها، يا رب نكون خلصنا كل اللي ورانا، يا رب نكون خلصنا شراء لبس العيد واحتياجات العيد، عشان احنا داخلين على العشرة الأواخر من شهر رمضان اللي فيهم فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، واللي احنا محتاجين فيهم اننا نجتهد قوي ونتقرب من ربنا سبحانه وتعالى قوي، وننسى اي حاجة بقى تانية. احنا في الحياة وبنقول الحياة بتاخدنا والمشاغل بتاخدنا والبيوت بتاخدنا وولادنا واحتياجاتنا وشغلنا، لكن لابد اننا زي ما بنفرغ نفسنا للشغل ولتربية اولادنا ولاحتياجاتنا ولظروف حياتنا، نفضي وقت لربنا سبحانه وتعالى في العشر الأواخر. مش في العشر الأواخر بس، أكيد في كل الأوقات، ولكن بالأخص في العشر الأواخر من شهر رمضان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيهم اجتهاد شديد جدا للتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيصحي كل أهل بيته عشان خاطر قيام الليل. إذن قيام الليل هو مهم جدا، لأنه أكيد في قرب من ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. عايزين نعرف إزاي نجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ونخرج من شهر رمضان، ويا رب ربنا يكون راضي عننا كلنا، قولوا أمين. نروح لفاصل ونبدأ حلقتنا مع فضيلة الشيخ محمود عاشور، وأكيد برحب بتصالة حضراتكم وأسئلتكم.